اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل لود للايبراري هي مود بالمنظر ده. بعد كده هنعمل الترانزيشن ماتريكس بتاعتنا، وقلنا هنستخدم الفانكشن ديفاين ترانزيشن، وهحط البروبابيليتي بتاعتي بالمنظر ده، وهألقي نظرة على الاوبجكت ده. بيقول لي الترانزيشن ماتريكس with two states A و B، وادي البروبابيليتيز بتاعتهم. عند البلوتينج بقى انا ممكن استخدم فانكشن بلوت واحط هنا هو الترانزيشن ماتريكس بتاعتي، بيديني المنظر ده. ممكن اقلل السايز بتاعها شويه، ده بيقلل التكست سايز. ممكن اقلل السايز نفسه الريلاتيف سايز اهو، وممكن ادي بوكس كولر. سوري، هو كده اعتبر ان انا برن 3، لا كده رن تمام. فهو اداني البوكس كولر بالاخضر اللي هو الارجيومنت ده، الريلاتيف سايز صغره لي شويه، والتكست سايز صغر لي الكلام نفسه. ممكن اكتب الكولر زي ما احنا شايفين كرقم، وممكن اكتبه ككلمه، يعني ممكن اكتب يلو مثلا فبيغير لي اللون. وعندي طبعا كذا اوبشن للالوان. باجي للمرحله الثانيه اللي هي بديفاين ستيتس. فعندي ستيت ايه احط فيها الفاليوز دي، باتاتش الفاليوز للستيت زي ما اتفقنا. فاحط هنا الكوست 1 2 3 4 واليوتيليتي ب 0.85. هرام برضو الستيت كده، بقى عندي ستيت ايه فيها اتنين فاليوز، الكوست بكذا واليوتيليتي بكذا. بعد كده هديفاين ستيت بي، سوري هديفاين ستيت بي كده، و ستيت بي ابص عليها. بعد كده هدخل على الاستراتيجي، هستخدم ديفاين استراتيجي، وهتاخد تو ارجيومنتس عندي. الارجيومنتس الاولانيه هي الترانزيشن ماتريكس في باسم ترانزيشن، هحط عندي المات ترانس اللي احنا عاملينها فوق. والحاجه التانية اللي هي ستيت اي وستيت بي اللي هما انا لسه عامل لهم ديفينيشن دلوقتي، اللي هما الستيتس بتوعي. الاوبجكت هيبقى اسمه strut. زي اي فانكشن في الار، لو عايز هيلب بعمل علامتين استفهام بعد اسم الفانكشن، ولو عملت ران هيديني هيظهر لي الهيلب بتاعه، وممكن كبرها وابص على الارجيومنتس بتاعتها. let's have a look على الاوبجكت strut. بيقول لي اماركوف موديل استراتيجي في 2 ستيتس و 2 ستيت فاليوز. بعد كده هرن الموديل، وقلنا هحط عندي الانبوت الاولاني هو الاستراتيجي اوبجكت، الانبوت الثاني هو نمبر اوف سايكلز اللي عايز الموديل يرن بيهم، وعايز اقول له الكوست بتاعي هو الكوست، والافكت هو اليوتيليتي. الريزلتس بتاعت الموديل بتتخزن في ريز مود، ولو انا عملت رن عشان اشوفها هيقول لي ان في 1 استراتيجي زي ما اتفقنا، ما فيش كومباريزن للكوست افكتيفنس لان انا ايم اونلي اكزامينينج 1 استراتيجي. ران فور 10 سايكلز، الانيشال ستيت كاونت زي ما اتفقنا ان الديفولت بيعتبر ستيت A او اول ستيت بيبقى فيها 1000 بيرسون، وستيت B بتبقى فاضيه، والفاليوز عندي التوتال نمبر زي ما اتفقنا في البرزنتيشن، ال 19 مليون دول اللي هما المجموع بتاع الكوست في كل السايكلز، ودي اليوتيليتي نفس الكلام مجموع اليوتيليتي في كل الفانكشنز. لو استخدمت بلوت فانكشن وحطيت فيها ريز اندرسكور مود بالمنظر ده هيديني الشكل ده. ده الكاونت بتاع البيرسون، فهنا هو بيبتدي عند 1000 وبيبتدي ينزل، لان في ناس بتتحول من A، لان زي ما احنا شايفين A هي اللي بالاحمر و B هي اللي بالازرق. فكل ما الكاونت بتاع ال A بيقل كل ما الكاونت بتاع ال B بيزيد، عشان في الاخر هو التوتال نمبر بتاعهم هيبقى 1000. في اول سايكل بيبتدي ينزل بالبروبابيليتي بتاعته وبتدي ينزل بالشكل ده، وال B state بتبتدي تزيد عدد البيرسونز اللي فيها.
هو برضو مديك اوبشن انك تقعد تشتغل في الارجمس عندك، يعني مثلا هنا هو بتقول له بدل ما تخليها ماركوف سايكل ممكن تخلي الاكس لاب تايم ممكن in years، والواي لاب هو ال number of persons مثلا. هعمل run. هو اداني الايرور ده عشان انا ما عملتش لود للايبراري جي جي بلوت. فدلوقتي لو عملتها تاني استجاب بقى فعلا، عمل التايم ان ييرز والنمبر اوف بيرسونز. نفس الكلام لو عايز اعمل بابليكيشن هقول له بلاك اند وايت ثيم بترو، واحط برضو الاكس لاب والواي لاب اللي انا عايزهم. الاكس لاب اللي هي الاكس لاب اللي هي بتظهر لي تحت هنا، والواي لاب اللي هي بتظهر لي هنا. فلو عملت ران هيديني الشكل اللي هو بيبقى فريندلي للبابليكيشن. يعني زي ما اتفقنا ان الموديل، انا بقى اكبر الحتة دي، الموديل عندي اللي هو ريز اندرسكور موديل ده الريزلتس بتاعته. لو فتحتها كده هلاقي كلام كل الحاجات اللي اتعملت في السيميليشن اتخزنت جواه. فلو انا عايز اوصل لاي حاجة بوصل لها بالدولار ساين زي ما اتفقنا كده، دولار يعني البارنت وتحتيه للتشايلد وتحتيه للتشايلد. فانا مثلا في المثال هنا انا عايز اوصل للكاونتس، فانا عارف ان الكاونتس موجودة في ريز موديل اللي هو الاوبجكت ده دولار ساين ايفال استراتيجي ليست اهو دولار ساين اي دولار ساين كاونتس، يعني بارامترز كومبليت ترانزيشن ستيتس كاونتس اهو دولار ساين كاونتس. فهو بيقول لك ان الكاونتس دي اللي هتطلع لي لانها عامله اكستراكشن عباره عن داتا فريم فيها 10 اوبزرفيشنز ويز تو فاريبلز. ايه التو فاريبلز دول؟ counts دولار ساين اي اللي هو اول فاريبل، في نيوميريكال فيكتور فيها الكاونتس بتاعت الناس حسب الماركوف سايكلز، والبي نفس الكلام. فيديني 10 سطور او 10 اوبزرفيشنز لاثنين فاريبلز اللي بتاعت ستيت اي وستيت بي، والرقم اللي جوه ده الكاونتس بتاعت البيرسونز اللي جوه. طيب لو انا عايز برضو اقول لكم ان الموضوع مش صعب خالص، فانا ممكن اكتب counts هنا سوري اكتب res mode. بصوا انا عملت دولار ساين بس بيبتدي يطلع لي الـ الكلام المكتوب هنا بيطلع لي في الدروب داون ليست، فهقول له ايفال استراتيجي ليست. لو قلت له دولار ساين هيديني اللي تحتيها، لو قلت له دولار ساين بيديني بقى هل عايز كاونتس ولا عايز حاجة تانية. انا لو اخترت كاونتس هيجيلي كاونتس. طيب لو انا عايز الماركوف سايكل، لان انا في الاخر eventually انا عايز اعمل جدول، الجدول ده هيبقى فيه الماركوف سايكل وهيبقى فيه الـ A ستيت A وستيت B بالكاونتس بتاعتهم عشان ارسمها مانيوال، يعني كأني بريبروديوس البلوت اللي هو ده، عايز اريبروديوس البلوت ده. فالبلوت ده معمول من ايه؟ معمول من الماركوف سايكلز في الاكس اكسس والكاونت على الواي اكسس. انا عايز اعمله ريبرودكشن، اعمله ريبرودكشن ازاي؟ ان انا اكستراكت الكاونت ان ريليشن تو ماركوف سايكل. فانا جبت الكاونت منين؟ جبت الكاونت من ان انا بصيت لقيت ان الكاونتس هنا. فين الكاونتس دي؟ الكاونتس دي اهي جايه منين؟ جايه من الاي جوه ايفال استراتيجي جوه رام موديل. تمام. طيب انا عايز ايه تاني؟ عايز الماركوف سايكلز. الماركوف سايكل موجوده جوه بارامترز جوه ماركوف سايكل. تمام.
فهجيبها ازاي؟ هجيبها بنفس الطريقه برضو، هقول له السايكلز بقى تبقى ريز مود دولار ساين ايفال استراتيجي ليست، زي ما اتفقنا هيطلع الكلام ده في شكل دروب داون ليست وانت شغال في الار، واللي هي زي اوتو كومبليت كده، وبعدين دولار ساين تاني بارامترز اهو، بعد كده دولار ساين ماركوف سايكل، وبيبقى عندي في الاخر الاوبجكت بتاعي. نشوف الكاونتس ونشوف ماركوف سايكل، ادي الكاونتس زي ما اتفقنا، وادي السايكلز اهي فيكتور نيوميريكال فيكتور في 10 اوبزرفيشنز، واحنا مش شايفينها من هنا اهو، 1 2 3 4 اللي هما الماركوف سايكلز يعني. انا عشان اعرف اعمل الشارت ده لازم ابايند او الزق الفيلد ده از نيو فيلد جوه الداتا فريم بتاعتي، يعني لازم ازود على الاي والبي، ازود السايكلز بتاعت ماركوف. هعمل كده ازاي؟ هستخدم الكوماند سي بايند. سي بايند ده يعني كولمن بايند، بياخد الداتا فريم بتاعت حضرتك اللي هي الكاونتس دي ويحط عليها سايكلز. لو انت عايز سايكلز تظهر قبل الكاونتس هتحط سايكلز كوما كاونتس، لو عايز سايكلز تظهر بعد الكاونتس هتعمل كاونتس كوما سايكلز. فانت هنعمل ماي داتا سي بايند، يعني هتعمل اوبجكت جديد داتا فريم جديده هتسي بايند فيها السايكلز كوما الكاونتس. فادي ماي داتا اهي بقى فيها السايكلز والكاونتس زي ما اتفقنا. لو عملتها بالعكس هتديك الكاونتس بعد كده السايكلز. نرجعها بقى شكلها الاصلي. تمام. ده الشكل اللي احنا عايزينه. لو بصيت على الاستراكشر اس تي ار دي، فانكشن اس تي ار دي بتوريني الاستراكشر بتاع الاوبجكت اللي هستعملها معاه، يعني اس تي ار دي از ا فانكشن. نوسع الحته دي كده. اس تي ار از ا فانكشن بتوريني الاوبجكت الاستراكشر بتاع الاوبجكت اللي موجوده جوه. فانا استخدمت فانكشن اس تي ار مع ماي داتا اللي هي داتا فريم، يعني بيقول لي ان هو عباره عن داتا فريم فيها 10 اوبزرفيشنز اوف 3 فاريبلز. ايه بقى ال 3 فاريبلز دول؟ اول حاجه السايكلز ده عباره عن انتجر من 1 ل 10 زي ما احنا شايفين، والاي اللي هي ستيت اي فيها اعداد نيوميريكال، وستيت بي فيها اعداد نيوميريكال. فانا بعد كده هستخدم بقى فانكشن او الكوماند بلوت في هذه الحاله. البلوت الاصلي اللي هي الفانكشن الاصليه يعني بتبلوت بطريقتين. نعمل كومنت كده عشان تبان، قصدي يعني عشان الار ما يعتبرهاش كوماند يعني. طبعا احنا عارفين ان الهاش دي عباره عن انه ريمارك، ان انا بقول للار ما تبصش السطر ده خالص يعني، بس انا هقول ان البلوت الكوماند ده يا اما بعمل اكس كوما واي، يا اما بعمل واي تلدا اكس. دي الطريقتين اللي انا ببلوت بيهم في البيزك ار. فانا هستخدم ان هو بلوت واقول الواي عندي هي ماي داتا دولار ساين اي اللي هي ستيت اي، والاكس عندي ماي داتا دولار ساين سايكلز. طبعا هتسالني طب وفين ستيت بي؟ هنشوفها حالا. التايب عندي هو لاين، ال L دي يعني لاين، لو ما حطيتش ال L هيديني دوتس، والكالر بيبقى ريد، والواي ليميت هنا انا اقول له خلي لي الواي من اكبر بقى ده عشان نبتدي نبلوت عليه، نمسح التشارتس الموجوده. الواي ليم دي يعني بيديني الليميتس بتاعه الواي من 0 ل 1000. نران الفانكشن دي كده اهو، اداني ماي داتا دولار ساين ايه ده في الاول هنا، وهنا الماركوف سايكلز، وانا قلت له اللاين ريد. في انا قلت لو ما عملتش ده الديفولت فاليو بتاعته بتبقى دوتس، فانا بقى عايزه لاين. وممكن لو اللاين مش واضح في ارجمنت كمان اللي هو ال دبليو دي اللي هو اللاين ويدز، واخليه بتلاتة.
تمام. لو انا عايز بقى ارسم المجموعه بي او اللي هي ستيت بي، لو انا عملت بلوت تاني هيختفي التشارت ده ويظهر محله البي بقى من تحت كده، وانا قايل له هنا خلي الكالر بلو. فانا بعمل هنا وبستخدم كوماند لاينز، لاينز دي يعني بيحط لي لاين فوق اللي موجود اوريدي. فانا هرسم المره دي بقى الواي بتاعتي هتبقى البي، والاكس بتاعتي هتبقى السايكلز، التايب ال والكالر بلو. انا محتاج برضو عشان يبقى في تجانس كده اعمل لاين ويدث بتساوي 3. فاللي انا مستني يحصل قدامي ان يديني لاين ازرق ماشي كده زي الاوريجينال تشارت بالظبط. في ريدي ميد فانكشنز جوه الباكج. احنا كده استخدمنا الاكستراكشن اللي احنا عملناه والرسم ده، احنا عملنا بس ريبرودكشن عشان بس تبقى فاهم واتس هابينج بيهايند ذا سينز، لكن هو الباكج فيها شويه فانكشنز ريدي ميد. ومن الفانكشنز الريدي ميد دي حاجه زي جيت كاونتس. جيت كاونتس دي على طول بتجيب لي الكاونت، بتعمل اللي انا عملته من شويه بايدي، هي بتعمله على طول كده. ازاي؟ انا هعمل اوبجكت جديد اسمه ماي كاونتس، هستخدم فانكشن جيت كاونتس واحط الموديل ريزلتس بتاعتي فيه، ران كده ماي كاونتس اهو. في ايه بقى ماي كاونتس؟ في الاستراتيجي نيم اللي هي استراتيجي 1، ما عنديش غير استراتيجي واحده. وفي الماركوف سايكل من 1 لـ10، بترجع تاني من 1 لـ10 لان الاستيت نيمز بتتغير من ايه الى بي. والكاونت ده هو الكاونت اوف بيرسونز في الاي والكاونت اوف بيرسونز في البي. فانا كده دي الماي كاونتس بتاعتي قدرت اطلعها بفانكشن واحده بدل ما اقعد اعمل اكستراكشن من الريز موديل زي ما احنا لسه عاملينه. الحاجه الثانيه الاوبشن اللي قدامي الفانكشن الريدي ميد برضو هي جيت فاليوز وجيت كاونتس. على فكره وجيت فاليوز بتطلع لي داتا فريم زي ما اتفقنا. جيت فاليوز برضو هتديني الفاليوز بتاعت اللي هي اتاتشد للستيتس. لو عملت برضو ران هلاقي ماي فالز اللي هي ده ماي فالز. فيها ايه بقى يا ترى؟ فيها الماركوف سايكلز برضو من 1 لـ10 متكررة تاني عشان انا استخدمتها الفاليو نيم بتاعتي كوست والفاليو نيم يوتيليتي، وهي استراتيجي واحدة نمبر 1 فما فيش تو استراتيجيز. الكوست اهو بتاع كل ماركوف سايكل، مجموع بتاع كل ماركوف سايكل، واليوتيليتي اهي مجموع بتاع كل ماركوف سايكل. ممكن نعمل سبسيتنج للداتا فريم ماي فالز. هعملها ازاي؟ ماي نيو داتا فريم هتبقى ماي فالز. هقول له انا عايز ماي فالز دولار ساين فاليو نيم، يعني انا عايز الجزء ده اللي هو الفاليو نيمز بتساوي كوست. وعايز العمود رقم 1 2 3. ماي نيو داتا فريم المفروض يظهر لي هنا بقى. هنا انا غلطت، هو طلع لي كاركتر فيكتور بالمنظر ده. لا انا مش عايز كده، لا انا مش عايز كده، انا عايز العمود اكشوالي الرابع عشان اجيب الفاليوز، لان انا بالكوماند اللي عملته جبت الحتة دي، انا عايز اجيب الفاليوز دي. فبقى عندي هنا هو ماي نيو داتا فريم اللي هي الارقام دي. هي طبعا ده مش داتا فريم، ده نيوميريكال فيكتور. لو انا بقى عملت سم ل ماي نيو داتا فريم يا ترى هيبقى ايه؟ هيديني الرقم، هيديني الرقم اللي هو طلع لي التوتال كوست بتاع الموديل. مش التوتال كوست بتاع الموديل كان كده؟ تعال نشوف. تمام، اداني الرقم. لو انا عايز اطلع بقى التوتال بتاع اليوتيليتي هعمل ايه؟ هعمل نفس الفانكشن بالظبط. برضو جدير بذكر ان الار لما بعمل السهم لفوق بيجيب لي الكوماندز اللي انا استخدمتها قبل كده. فانا هقول له المره دي انا عايز
اليوتيليتي. انا بشتغل من الداتا فريم اللي قدامي اللي هو طلع لي بجيت فاليوز. انا عايز الجزء ده اللي هو سوري عايز دول وعايز الفاليوز اللي قصاده. فانا بقول له سبسيت بالطريقه دي، يعني قصلي من الداتا فريم الصفوف اللي فيها الفاليو نيمز بتساوي اليوتيليتي، وهات لي العمود الرابع بتاعي. لو انا قلت له برضو دلوقتي سم ماي نيو داتا فريم هيديني الرقم بتاع الكوست اوف يوتيليتي.